التربوية المغربية كيمكننا بصفة عامة نتحدث على ثلاثة المحطات. المحطة الأولى هي اللي كانت سنة 1994 عندما صدرت المذكرة الوزارية رقم 73 في أبريل 94، وبعد ذلك بمدة قصيرة نسبيا صدرت المذكرة الثانية اللي هي مذكرة 27 سنة في فبراير 95. هاتين المذكرتين كانت تلحان على ضرورة إنزال مشروع المؤسسة في المدرسة المغربية في جميع المؤسسات، يعني بدون استثناء، سواء في المستوى التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي. السؤال تطرح لماذا هاتين المذكرتين في زمن قصير، يعني بين المذكرة الأولى والمذكرة الثانية لم يكن هناك وقت طويل. هي المذكرة الثانية حقها كانت كتقول مذكرة 27 بأنه لم يتم فهم مشروع المؤسسة بما فيه الكفاية لدى العديد من الفاعلين، ولم يتم تطبيقه كما ينبغي أن يطبق. ولكن في الحقيقة لم يكن هذا هو السبب الأساسي والسبب الخفي. السبب الأساسي هو أن المذكرة 73 لم تكن تتحدث عن الشراكة مع الجمعيات والمنظمات الدولية. وبما أن مشروع المؤسسة كتجديد تربوي، أن أول اجتماع للتعريف بمشروع المؤسسة وربما أول دورة تدريبية تمت في المركز الفرنسي، مركز الثقافي الفرنسي في الدار البيضاء. وعندما نقرأ المذكرة الثانية اللي هي مذكرة 27 نجد على أنها تذكر هذا الذي أغفلته المذكرة الأولى، يعني الانفتاح، ضرورة الانفتاح على المنظمات والهيئات الدولية. شخصيا بكل تواضع يعني كنت عاصرت هذا التنزيل الأول، ولاحظت فعلا كما تذكر المذكرة الثانية بأن عددا من المؤسسات لم تفهم بما فيه الكفاية مشروع المؤسسة، وبدأت تروج بعض النكات حول هذا الموضوع. مثلا من النكات أنه كانت بعض المؤسسات اعتبرت على أن الحفر البير مثلا هو مشروع للمؤسسة، كما أنه أنا حضرت في اجتماع قدم فيه المدير المذكرة وكذا إلى آخره، وطرح السؤال ماذا تقترحون كمشروع للمؤسسة، وكل واحد بدأ يطرح فكرة، وكان آخر فكرة تم العمل بها والأخذ بها هي صباغة المؤسسة، نصبغ المؤسسة، هذا هو المشروع للمؤسسة. من الأشياء الطريفة أيضا هو أنه في أحد المدارس هنا في الرباط قام المدير بتخصيص غرفة مستقلة وضع فيها بعض المنتوجات ديال التلاميذ وبعض اللوحات وبعض الأشغال اليدوية إلى آخره، وكتب على باب الغرفة مشروع المؤسسة، فكل من يأتي للسؤال عن مشروع المؤسسة كان يذهب به إلى الغرفة كيفتح له الباب كيقول له تفضل هذا هو مشروع المؤسسة، ملي كيمشي كيشدك الباب وينتهي الأمر. يعني كان هناك واحد نوع من الاضطراب في فهم، ليس لدى الجميع ولكن لدى عدد كبير من المؤسسات وجدت صعوبة وربما حمل عبء، حمل هذا العبء إضافي
على ما هو مقرر لدى هذه المؤسسات والأشغال إلى آخره. رافق هذا عدم مواكبة الإعلام والنشر لهذه المسألة. يعني أنا بكل تواضع يعني كنت من الأوائل الذين ألفوا في هذا الموضوع، وأصدرت كتابا في سنة 76 في سلسلة دفاتر في التربية يحمل عنوان مشروع المؤسسة والتجديد التربوي في المدرسة المغربية. كان كتابا في جزئين، هذا الجزء الأول، الجزء الثاني. الجزء الأول كنت خصصته لحركة الإصلاح والتجديد في المدرسة المغربية، والجزء الثاني خصصته لمشروع المؤسسة. أعرف بمشروع المؤسسة وبأهدافه وبالمحيط والظروف التي فرضت إنزال هذا المشروع، ثم قدمت خطة إلى حد ما متكاملة سأشير إليها فيما بعد لإنزال مشروع المؤسسة. وكان اجتهادا مني في محاولة قراءة عدد من المقالات أو الدراسات أو المقترحات، ليس فقط في المغرب ولكن حتى في فرنسا وفي غيرها من الدول، فاستخلصت خطة أو استراتيجية إلى حد ما، يعني فيها ملامح استراتيجية لإنزال ووضع مشروع المؤسسة. إذن كانت هذه من الملاحظات الأساسية. أولا لم يكن هناك تكوين كافي للمسؤولين عن المؤسسات وللمسؤولين عن الأنشطة في هذه المؤسسات. ثانيا وهذا مهم أيضا، لم تكن هناك مواكبة على مستوى الإعلام والنشر والتأليف إلى آخره. ولكن ثالثا، وهذا هو المهم في المسألة، هو أنه إذا قارنا مثلا بين إنزال مشروع المؤسسة في فرنسا وإنزال مشروع المؤسسة في المغرب، إنزال مشروع المؤسسة في فرنسا جاء عبر محطات، وكل محطة لها اسم ولها هدف. ربما كانت أول محطة وأهم محطة في أواخر السبعينات في فرنسا هي ما سمي ب 10% من المقرر ومن البرنامج ومن المنهاج تخصص لأنشطة تربوية داعمة خارج محتويات وخارج البرنامج. وطبعا الحل غادي تعطى لهذه فيما بعد تعديلات إلى أن يصل الأمر إلى وضع مشروع المؤسسة كنتيجة لهذا التطور ونتيجة للتقويمات ودراسة الحصيلة ومدى النجاح والإخفاق. ثم